لازم تقفرها من مشيتها، من صوتها لازم تعرف شو بها. لشو اللف والدوران؟ نزال تحتها وشوف شو بدها، وإلا ما تسمي حالك خبير سيارات، ما الشغلة بدها معلمية. أنا مكنسيان، هيدا شغلي. هاشتاج هيدا شغلي. بالنسبة لسؤالي، هل الماضي بتنسوه أو بتتنسوه؟ بس ما تبوق، ما فينا ننسى الماضي حتى ما نعيد الأخطاء نفسها. سوزي تشارمينج. صعب إذا امتزجت الذكريات بمشاعر. وسام عويدات. وسام، طبعا فينا ناخد الجواب من مطلق، إذا الواحد ذكرياته أو ماضي كان مؤلم ما فينا ننسيه، قد ما جربنا بيضل معلق فينا وعم بيجرحنا ويعذب لنا ضميرنا ويحسسنا بالندم، لأنه كان فينا نغير كتير. أوقات بنضحك على حالنا إننا نسينه كرمال بس نخفف تعب، بس بيرجع لحاله منضل نحس فيه حتى لو تنسينا. منحس فيه حتى لو تنسينا، مظبوط. وزان عيمة، أنا نسيت الماضي كله، عايش بالحاضر لأنه الماضي مؤلم جدا. كتير منيح إذا قدرتي توصلي لمرحلة إنك تنسي الماضي، حسب كمان ما حكينا اليوم بفقرة ما بدها هلأ. على كل حال، الحلو بلبنان هو فقرتنا التالية هلأ، والموضوع عن الحيوانات البرية اللي هي على طريق الانقراض، وجمعية APAF. أباف ولا أهلا وسهلا فيك يا سيدي ثريا زعتر معوض، رئيسة جمعية APAF Animal Pride and Freedom، هي NGO لحماية الحياة البرية بلبنان والاهتمام فيها. رح نحكي اليوم قديش الحيوانات هي على طريق الانقراض، وقديش في عالم كتير ما بتعرف تهتم فيها، وقديه عم نتعامل مع هالموضوع بطريقة مخالفة لحقوق هالحيوانات البرية ولحقوق الوطن والبلد يلي موجودين فيه ليبقوا موجودين ويبقوا موجودين بالبراري بلبنان. بالبداية في قصة صارت معك، يعني أنت وصغيرة الوالد ربى نمر بالبيت أو شيء من هالنوع هذا؟ هي إذا بدك الانفولفمنت يلي إجاني، أنا حبيت أشتغل بهالفيلد، هو إنه خلقنا بأفريقيا، نعم. عشنا بأفريقيا فترة، بي حببنا بكل شيء طبيعي، نعم. حيوان بطبيعته. بيطلب منك شوية تعلي صوتي. الحيوان المفترس أو الحيوان البري مفروض يدل بطبيعته. نعم. بيي كان يخلص حيوانات صغيرة مثل نمر، أسودة، كذا، تكون أمهم تقوصت، بتعرف، لا منصب كل شيء بيبيعوا فرو، يعني يستعملون للتريد. يوم من هالأيام جاب لنا فهد صغير، جابوا على لبنان، كان قبل الحرب. نعم. هيدا ربي إذا بدك خلصوا وجيبوا على لبنان براسوا إنه قادرين نقدر نربيه ببيت. أوكي. أول 5 أشهر كان، بتعرف، بعضه صغير، حجمه صغير، كان حيوان أليف بالبيت، ما كان يأذي طفل، ما كان يأذي شيء. بس وقت الكبر هالحيوان كان بده كل يوم يركض على 200 كيلومتر. يعني كل شيء حيوان بري، نعم. مثل الفهد، النمر، الأسد، هول كل يوم عندهم الله خلق هيك انه لازم يركضوا 200 كيلومتر الوغ بار جور، مشان المصر، مشان مصر، مشان ما يعملوا بارالسي. مثل الكلب لازم يركض 5 كيلومتر كمان. فوالا. دونك هون كانت الغلطه يلي قلنا له، نعم. شو عملت، نعم. وهيك بلشت إذا الفكرة بدك للاهتمام، الفكرة بالموضوع. للاهتمام طب فينا بالموضوع. نعرف يعني بلبنان هلا اكيد بنعرف في ذئب، في ضبع، في يعني هودي المتعارف عليهم اكثر شيء، في أكتر بس عم تجي في اكثر من 300 نوع، نعم. حيوان، نعم. بري، نعم. كان، نعم. متواجد بلبنان. انا عم بحكيك حيوان ككل، نعم. يعني مش بس ماميفير، عندك ريبتايلز يعني حية، نعم. كذا نوع حية، ليزار، عندك كبكوبة الشوك يلي هي برية، كبكوبة الشوك يعني الإريسون يلي هلا عم بتعرف عم تنخرط، عنا كذا نوع طيور، عنا كذا نوع حيوانات برية مثل الإيكوراي، مثل الثعالب، كذا نوع. بس وقت بتحكيني عن حية أو تعبان، وي. يعني هون كمان أنت مع المحافظة عليه؟ أكيد أكيد، الحية لها دور، لها دور، بس في منهم مأذيين كتير. ليك ثلاث ارباع، حتى لو ما حدا قربهم، ثلاث ارباع الحياه عنا مش مأذيه، نعم. في نوع او نوعين، اوكي، هولي دغري بينعرفوا شو هن. بس الحيه اذا ما قربت عليها ما رح تقرب عليك،
عم تفهم؟ أوكي. يعني حي ما رح تجي تأذيك إذا أنت ما أذيتها. الحي عندها دور كبير على الأرض، لأنه كمان عندك حيوانات على الأرض بيأكلوا قصص تأذي الطبيعة، يعني في مثل إيكو بالانس بيخلقوها هني. مش بس الحياة، عندك الإيكوراي، نحنا كان عنا صنف إيكوراي الميني الناغ يلي ما بينوجد بغير بلدان، عم بيبيعون بالبيت شوبس، بتعرف بيحطون بقفص بيرقطون وبيبيعون. هيدا الإيكوراي هو اللي زرع لنا كل شيء شجر بلوط، لأنه الإيكوراي وقت بفقي البلوطة وبيكلها كان بطبيعتنا بتعرف يوقع كم بذري، هالبذري تتنقل وترجع تزرع أحراشنا. نعم. كل حيوان عنده دور. نعم. بالطبيعة في ميزان لألون. في ميزان لألون. طب أنا قبل ما نحكي عن الأنواع ونشوف الصور، بإيدك لبسة فولار تايجر. نعم. يعني أنت مع أنه يصير برنت هالأمور هيدي وما تكون فورير أصلي. نعم. ونتباهى. نعم. فيها. نعم. شو بتحبي تحكي عن هالموضوع؟ هلأ بلبنان تعرف أكتر شيء اللي عم بيتصيدوه وعم بيقتلوه وعم بيصرخوه هو الثعلب، ثعلب البري والأرانب، عندك الأرنب الأسود والأرنب الأزرق، حتى الإيكوراي كمان دنبوا. نعم. عم بيتصيدون عم بيصرخون بفترة الشتاء، بيبيعون كفرو. كفرو يمكن لمنظر، لسجادة تحطها تحت إجريك أو لتعلقها يعني، أو لتدفع. نعم. إذا توسعنا السبجكت تعرف في كتير قصص، حتى كلاب وبسينات بآجيا عم بيصرخوها تيعملوا كبابيت، بس نحنا عم نشتريها كفيزون، هي مش فيزون، هي. نعم. بتكون كذا نوع حيوان. اليوم ما في لزوم بقى نلبس فارولة ندفع، بيوتنا عندها شوفاج، عندنا. خلينا نحكي الفرق بين الفيزون وبين الفوريو، يعني الفيزون المقصد شو بيكون؟ هلا هني بيشتروا فيزون. نعم. انه بيقولوا لك اشتريت فروي فيزون. نعم. كبوت. نعم. بس هني ما بيعرفوا انه هالكبوت مصنع من اكثر من 100 شقفة فرو. نعم. لانه هن ما بياخذوا الا الدنب. اوكي. ولا هيدي هي. ده احنا بدنا نوضح هون انه اوكي اذا كانت حيوانات اليفه او داجنه وللذبح والاكل. نعم. هون فينا نستعمل الجلد، يعني لانه اوريدي الموضوع موجود. هلا بغض النظر اذا كنت ضد فكره اكل اللحوم، يعني اذا احنا ضد كل هالشيء. حتى ضد هالشيء. ما بتاكلي لحمه بالبيت ابدا؟ ابدا. نو. احنا يعني ماشيين على طريقه بكره بعتقد كل الناس حتجرب تحاول تتابعها. بتعرف انت برا اهم ناس مشهورين من سفرة لرؤساء لستارز معروفين بلشوا بهال، حتى عندك ستين لماكارتني اللي هي اهم ديزاينر. نعم. شي نيفر يوز، ما بتستعمل ولا فرو ولا جلد ولا شيء. مزبوط. ولا رح نوصل للفايبر، يعني التياب حتكون من فايبر، اول شيء صحيا احسن، كانسر ما بيعود يأذي جلدي. رح نوصل لهالطريقة الحياة، بدها وقت بس رح نوصل لها. رح نوصل لها. يعني انت بتشجع على الفيجيتيريان؟ بشجع، هي علامة كلها سوا، عرفت؟ نعم. يعني اللي بيحب الحيوان بده يمشي بهالاسلوب، ما يعني يعني لازم يمشي بهالاسلوب ليوصل. طبعا احنا بدنا كثير وقت اكثر لنحكي. أكيد. عن الموضوع. أكيد. معك يعني عن السمك، عن. نعم. عن الطيور. نعم. عن. نعم. حيوانات البريه. بس خلينا نشوف هلا وضع الصيد في لبنان بالبراري. نعم. وانواع الحيوانات الموجوده عندنا مع بعض الصور اللي بدنا نشوفها. نعم. قدامنا. وضع الصيد شو؟ يعني مين عم بيتصيد؟ الضبع اكثر شيء. نعم. مقصود الضبع. الضبع هو حيوان ما بيأذي، بس شكله مخيف. نعم. مخيف للناس. الضبع ليك شو عم بيعملوا فيه؟ الضبع مجرد ما يشوفوا ضبع بدهم يقتلوا، بدهم يقوصوا، بدهم يعني. ما بيعض الضبع؟ الضبع هلا انتبه، الضبع البري اذا انت ما قربت عليه وما بيقرب وما بيأذي وما بيهجم. الضبع بيجي بس للاكل، بيكون جيعان بده ياكل، عرفت؟ هلا اذا بتروح بتزور الانيمال انكاونترز بتشوف دكتور منير كيف عم بيلعب 10 بواب، 10 كبار بربيهم، واطن الراس واطي، بيحترموه بيحبوه بيطعميهم بايده بيلعبهم. اوكي. عرفت شو بس يعني؟ حب يفرشي صوره بهالمحميه اللي عنده اياها. نعم. انه الضبع اذا ما اذيناه ما بيأذينا.
اوكي. عندنا كان عندنا أوغس، كان عندنا دب الاسمر يلي كان كثير مهم بجبالنا خاصة بالبقى، انقرض هلا. موجود اثنين سامبلز كمان بالانيمال انكاونترز. ولا موجود اثنين فمال ومال؟ فمال ومال. ما بيتجوزوا؟ ما حبوا بعض. ما عم تحبل. ممكن ينقرضوا يعني؟ اذا قد ايه بيعيش الدب؟ هلا الدب ما بعرف، هيك عم تسالني سؤال نسال دكتور منير، هيك بعد ما تعمقت بهالموضوع. اوكي. عندنا كثير انواع طيور مثل ما قلت. عندنا رينديرز يلي هن الغزال. كان عندنا الغزال الارز يلي عنده نقشات. ايه هلا بطل موجود؟ في اثنين عند اثنين بكل لبنان؟ نعم. وفي كذا نوع يعني لازم نعمل لهم زياره. ليش هول الاثنين وين لقوهم مثلا؟ بس هول الاثنين موجودين هلا اكيد جيبوا لهم اياهم، اكيد في ناس بيصيدوا حبوا، ناس صيادين حبوا يتبرعوا اذا بدك بهالاصناف الحيوانات يلي عم تنقرض بلبنان. طيب اذا في دائما في مال ومال انه لازم يحاولوا قد ما فيهم يقربوا من بعض. عم بيجربوا حتى ينعمل انسيميناسيون اذا بينعمل، بعرف صح. بس هيدي مثلا حابه انا اعلق على هالشيء، انه عندنا الصوره العكسيه اللي عم بتصير بالزو بلبنان. نعم. عندنا زو بالحزميه جايبين اسد واسدي. نعم. حبلي الاسدي اليوم حبلي. اوكي. ب10 امتار مربع. أوكي. مزروبه ب10 امتار مربع، جبرت ما فيها تركض ما فيها تهرب، جبروها تتجوز، جبروها يعني تحبل. نعم. لشو هي؟ هيدي مثلا ما ليرجعوا يتكاتروا او اذا بلبنان بيزو عم بيستعملوه للفرجه. نعم. يعني عم بيدفعوا الناس ليشوفوا حيوان مزروب بين اربع حيطان عم بيدفعوا، وهيدا نعم. مش الكونتكست تبعه. الاسد والنمر والحيوانات البريه لازم تكون. هلا انا مع فكرتك 100%، ولكن شوي انا بحس بالخوف اذا واحد كان ببريه مثلا. نعم. طلع له حيوان مفترس حاول يهجم عليه، انه هون كيف بده يتصرف؟ ما يعني. بقى عنا حيوانات مفترسه. ما هو لانه بطل عنا، بس اذا عنا ما في حيوانات مفترسه ابدا. واساسا يلي بيروح على تنقل على افريقيا على الجنجل بيكون. نعم. هو عارف حاله كيف بده يتجنب هالحيوان. نعم. بيكون دارسها يعني من السفاري للهانترز، بيعرفوا كيف ما يأذوا هالحيوان كيف يتجنبوا. حيوان اذا ما قربت عليه ما بيقرب عليك. طيب خلينا نكمل على الانواع، يعني الثعالب يعني بنعرف الثعلب. لا الثعالب كثير. شو وضعه؟ ليك انا يلي لفت لي نظري انه كانوا يلاقوتون هون اكثر شيء من منطقه البقاع، حطوهم بقفص. الثعلب من نوعه انه بحب يتخبى، بحب يعمل جورته. نعم. يعني بيروح بيتخبى بين الاغصان وبيعمل جوره وبيطلع من بالليل. نعم. طيب بنهار حاطين هالقفص بنص الساحه والاولاد عم بتعرف يزركوا فيه، يجربوا انه يلعبوا او بطريقه شوي، والثعلب زامن بزاويته. الثعلب هي مش الكونتيست. شو جميل بهالصوره؟ هيدا اللي بدنا نوصلها. نعم. انه ما في لزوم نجي نحط بين بقفص حيوان حلو ببريته وبعالمه. صحيح. يعني تحت شجره بين هالاغصان اجمل تجي انت تاخذ صوره وتقول شفت ثعلب بالكونتكست تبعه من. نعم. ما اشوفه مزروب وتحت رحمتنا. اكيد ما لازم. انا مدام سوريا، بالنسبه للتماسيح اللي ظهرت مؤخرا وتناولتها الصحف ونشرات الاخبار كلها بنهر بيروت. نعم. نعم. شو يعني هيدي قصتها معروفه. نعم. قصتها انه انشروا من احد المولات كانوا صغار، كانوا يشترون كان قياسهم 10 سنتي، يعني كل 10 سنتي 100,000، تعرف. أوكي. يعني حقه 100,000. يشترون لأنه الناس ياخذوا لزة أنه أنا عندي تمساح. نعم. تمساح. ريبتايلز من هالنوع ما بيقدروا يتأقلموا ببيت ولا يعيشوا ببيت، ببلشوا بأكواريوم مثل ما حطوا بأحد الايجنسيز، ترافل ايجنسيز يعني. نعم. أنا كتير يعني نقذت وقت شفت هالتمساح بأكواريوم هالقد. نعم. حاطينه بنص الصالة وعم بيبيعوا تيكت. هيدا غلط. هيدا التمساح كل سنة بده يكسب بيكبر. نعم. وقت اللي بيصير حجمه أكبر من الباستوب، لأنه كانوا آخر شيء حطوه بتعرف بباستوب مع مي، بدهم يكبوا شي محل، صاروا يكبون او بنهر بيروت او بالبحر، حتى كبوا كم واحد بالبحر. اوكي. في منهم بيعيشوا بالمي. وين صاروا هلا؟ مش معروف. بعرف انه اخر واحد
صب عند Animal Encounters. نعم. بس ما بعرف لوين ودوا، إذا عايش إذا عايش ما بعرف. طيب بالنسبة لAnimal Encounters اللي بده يزور هالموقع كيف بيروح وين بيروح؟ يعني حلو الواحد يتعرف كمان على بعض. بتفوت على الفيسبوك بيج تبعهم. مرته لدكتور مدير كتير لذيذة، وبتتأهل بتعم بيعملوا سيشنز حتى للتلاميذ. نعم. ونحن بنتعامل معهم كجمعية، يعني كل ما بنخلص حيوان بري او كذا بتودوا لعنا. كم نوع حيوان عندهم بالانيمال انكاونترز؟ عندهم تقريبا اكثر من 30 40 نوع. هن كلهم من الحيوانات البريه اللبنانيه. نعم. او الطيور المهاجره. نعم. يلي خلصوا او نحن خلصناها اضطروا يصبوا عنا. حضرتك مدام سليا مع ترويض هالحيوانات البريه بالبيوت وبظروف معينه؟ لا لا لا، لا بظروف بتناسب. هلا عندنا واحد شخص بالديشونيه. نعم. عنده تايجر مش مثل الفهد، تايجر. نعم. دوبل عن الفهد يلي بيستعملون بالسيركس. اوكي. اشتري صغير عن طريق سوريا جابه، هلا كبر. ايه. ما عاد في عليه تايجر، ما عاد في عليه، هلا عارضه للبيع مثلا. أوكي. طيب شو مصيره لهالحيوان؟ طيب اذا فلتوا ببريه لبنان؟ ما منفلته بالبريه، نو ما رح نفلته، رح نطلب منه. أي. انه نوديه على محميه برا مثل استراليا مثل افريقيا، بنرجع بنوديه على بيئته. بس هيدا ما بقى فيك. كنت مصار من فتره مع نوع من الدبب يلي كان موجود هون كمان وانبعث ل صح. ما بقى لازم. نعم. نحاول نكسب مصاري على ظهر حيوان يلي هالحيوان ما رح يضل معك لمدى الحياة. صحيح. أنا بدي أتشكرك مدام سوريا، يعطيك ألف عافية، إن شاء الله بالتوفيق طبعا ل APAF على كل الجهود اللي عم تعملها للحيوانات البرية اللبنانية، وهذه بحفاظ على بيئتنا وتاريخنا طبعا. مرسي. كمان يعني مرسي بالنسبة لبراري لبنان. لكن المشاهدين كاملين احنا وياكم عالم صباح، بريك قصير بعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا طبعا. دومينيك مع أغراض جديد.